كمبلة بغض النظر عن موقف الأهلي، لكن مش هتعمل له حاجة، هيوصل لتسعة، الأهلي 10، الترجي 10، فبالتالي كمبلة ما عندوش أمل خالص. بس ده سلاح ذو حدين، الأول إن هي مباراة لا تعني شيء، لكن في التاني أو في الجزء التاني أو النص التاني من الإجابة فرقة ما عندهاش أي ضغوط، بتلعب بارتياحية شديدة جدا، ما فيش أي ضغط عصبي، وساعات أهمية اللقاء ساعات للفرقة الأقل شوية لو مش معمول حسابها في أهمية اللقاء كأحداث كنقاط كترتيب، بالنسبة لهم هو بيقابل فرقة كبيرة بيبقى فيها ارتياحية، بيلعب براحته بدون عصبية، مفيش تنشنة، مفيش ضغوط، فبالتالي أخطائه بتبقى أقل شوية. كلنا ثقة من لعيبة النادي الأهلي بإذن الله، كلنا ثقة في الجهاز الفني إن شاء الرحمن، ويا رب أهم من كل ده عامل التوفيق. النهاردة صفارة مغربية للرضوان جيد، وهو حكم مغربي بيعاونه هشام آيات ويحيى نوالي وعادل زوراق، دول حكم رابع طبعا عادل زوراق، دول حكام اللقاء. رضوان جياد أدار 49 مباراة دولية، يعني دولي هو من سنة مواليد 79 الأول، دولي الراجل من 2008 لحد دلوقتي، أدار 49 مباراة، حسب 20 ضرب جزاء 20 بنالتي في 49، يعني لو حسبتها متوسط كده هتلاقي إن كل مباراتين ونص بيحسب بنالتي، 8 ضربات أو 8 بطاقات حمراء و188 بطاقة صفراء. ده حكم المباراة النهاردة اللي هو رضوان جياد، كان له سابقة معانا مع في مباراة الأهلي وبيت فيست لو تتذكروها، المباراة اللي انتهت في استاد السلام 1-0 بهدف لأحمد حجازي، كان له سابقة من الظريف، يعني كان فيه بنالتي صريح جدا للأهلي في آخر 6 دقائق في الدقيقة 84-85 اللي لم تخني الذاكرة، كرة باينة جدا وكان هو كمان يعني مباشر بيها على طول، ما فيش أي إعاقة بالنسبة له أو ما فيش أي حد حاجب الرؤية. خلي بالكم من أحمد حجازي، يعني المباراة هي في اتجاه لكن الخطأ حصل، الخطأ التحكيمي حصل بغض النظر المباراة أو الكرة في اتجاهك ولا لا، بصوا أحمد حجازي الإعادة التالتة هتبينها، الإعادة التالتة هتبينها، يعني ده عمرو جمال، بصوا خليكم مع أحمد حجازي. طبعا ضربة جزاء، كان لنا واحدة كمان في المباراة النهائية مع الوداد، لكن الحكام على المستوى الافريقي بتبقى الدنيا صعبه مش سهله. اتحسن شويه الاداء، اتحسن شويه الطريقه عن السبعينات والثمانينات او حتى اوائل التسعينات، لكن في النهايه تبقى اخطاء تحكيميه بالتاكيد ممكن ما بتبقاش في صالحك، او كتير جدا جدا ما بتبقاش في صالحك على المستوى التحكيم الافريقي او حتى المحلي. يعني في التحكيم عامه، يعني في مثل مصري كده قديم يعني يقول لك ايه، هفتكر لك ايه يا بصله وانت كل اللي اطعب دمعه، يعني حاجات كتير جدا، كان في بطولات كتير جدا كان ممكن النادي الاهلي يحسمها، وكان يبقى رصيد دولاب النادي الاهلي مليء جدا بالبطولات لولا الاخطاء التحكيميه اللي بيقال عليها انها وارده في عالم كره القدم، لكن لما بتبقى في صالح الاهلي بتبقى حرام وما يعلم بها الا ربنا، وخطوط كمان بتبقى مايله ويبدو ان الحال هو اللي بيبقى مايل. على العموم خلينا نتكلم بقى في احداث اللقاء ومباراه النهارده.